اول حاجه ما ساهلش، ضغط على نفسك فيق الصباح غادي تحس، غادي تحس بواحد الالم ديال 5 دقائق 10 دقائق ديال الفياق، ولكن كن على يقين ان غيكون عنده واحد التاثير كبير على على, على النفسيه ديالك. نقطه رقم 2، تمشى. نتمشى في الصباح نتنفس الاكسجين الدش ديالي. النقطه رقم 3، ما نخرجش من الدار بلا ما نحط اهداف. هاد ثلاثه ديال الخطوات نهار من مورا نهار لمده 10 ايام، فثق بيا ان انت بنفسك غادي تتفاجئ على الحاله النفسيه ديالك كي غادي تولي.